ألوغ من بين الدول الجديدة هذا العام بالنسبة للعلوم الرياضية هي الدالة ديال لارك طونجونت. الدالة لي اف لي اكس تساوي لارك طونجونت ديال اكس. ألوغ الدالة اللي داخلة في الدوال المثلثية هي الدالة العكسية للدالة اللي من إكس كنربطوه بطانجونت إكس ولكن على المجال ناقص بي على جوج بي على جوج مفتوح مفتوح نحو المجموعة R. دونك الدالة العكسية ديال الدالة طانجونت على المجال ناقص بي على جوج بي على جوج هي الدالة لارك طانجونت اللي هي دالة جديدة. دونك الدالة ارك طانجونت دو اكس. الو باش نبداو نتعرفو عليها ما فيها باس نرسمو ال سي اف ديالها اللي خاصو يكون عندكم ماشي معروف ولكن خاصو يكون محفوظ ولاصق في الدماغ خلال التمارين. الوغ هاد الدالة عندها واحد النهاية في زائد ما لا نهاية وعندها نهاية في ناقص ما لا نهاية يعني عندها مقاربات. الوغ المقارب الاول في زائد ما لا نهاية كاين في بي على جوج والمقارب الثاني في ناقص ما لا نهاية هو ناقص بي على جوج. نقدروا نرسموا المقاربات هما الاولين ثم نجيو نرسموا المنحى ديال الداله. الوغ في زائد ما لا نهايه الداله لارك طونجونت كتجي من هنا كتجي غاديه وكتقرب للبي على جوج ثم غاديه وكتنزل في صفر كدوز من صفر وهي دالة كنسميوها دالة فرضية يعني متماثلة بالنسبة لمركز المعلم. دونك تقريبا الرسم ديالها هو هذا. الوغ كتعطينا هذا الرسم ديال ارك طونجونت دو اكس كتعطينا مجموعة ديال المعلومات. الوغ اولا مجموعة التاريخ كيبان لينا ان الدالة كتبدا من ناقص ما لا نهاية كتمشي حتى لزائد ما لا نهاية هي متصلة ومجموعة ديال التاريخ ديالها اذا هي ار كلية. ثاني حاجه الصور كاينين بعض الصور اللي مهمه انها كدوز من مركز المعلم كيقول لنا ان لارك طونجونت ديال صفر كيسوى صفر. عندنا ايضا واحد القيمه مهمه هي ديال الصوره ديال واحد. الصوره ديال واحد كتعطينا بي على 4 وبما انها دالة فرضية فان الصورة ديال ناقص واحد حتى هي غادي تعطينا الوغ القيمة بي على 4 ولكن سالبة يعني ناقص بي على 4. اذا عندنا لارك طونجونت ديال صفر يساوي صفر. عندنا لارك طونجونت ديال واحد هي
بي على 4 وعندنا الارك تانجنت ديال ناقص 1 هي ناقص بي على 4. ايضا عندنا الفكره ديال الفرضيه، دونك غادي نكتبوا حتى هي ان الداله اف ولا الداله ارك تانجنت فرضيه، الداله ارك تانجنت ديال اكس داله فرضيه. اشنو كنستنتجو منها؟ كنستنتجو منها ان لارك تانجنت ديال ناقص اكس راه كيساوي ناقص لارك تانجنت ديال اكس مهما يكون اكس ينتمي الى ار. يعني بطريقه سهله ان الا عندنا واحد ناقص واحد لارك تانجنت ديال واحد العدد وفيه ناقص لداخل، كنقدروا نخرجوا هذا الناقص على برا وكيخرج لنا وكيولي لارك تانجنت ناقص لارك تانجنت ديال اكس. ثم نشوفوا دابا من هنا تكلمنا على المقاربات، مقارب في بي على جوج يعني نهايه في بي على جوج، نهايه في زائد ما لا نهايه بي على جوج، والنهايه في ناقص ما لا نهايه هي ناقص بي على جوج. اذن هادو نهايات مهمه خاصهم يكونوا معروفين. دونك ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال لارك تانجنت ديال اكس تساوي بي على جوج، و ليميت عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه ديال لارك تانجنت ديال اكس تساوي ناقص بي على جوج. حاجة أخرى نقدروا أيضا نستنتجوها من الرسم هي أن هذه الدالة كاتبة لنا كتبدأ من ناقص ما لا نهاية وغادية وكتكبر كتطلع نحو الأعلى حتى لزائد ما لا نهاية، إذن هي دالة تزايدية قطعا على R. الدالة ارك تانجنت ديال اكس دالة تزايدية على المجموعة ار كليا. ثم نقدروا نتكلموا على الدالة المشتقة ديالها. الدالة المشتقة ديال لارك تانجنت، دونك عندنا لارك تانجنت ديال اكس الى بغينا نحسبوها تساوي واحد على واحد زائد اكس مربع، يعني كتكون عندنا الداله في لارك تانجنت داله مثلثيه، ولكن ملي كنحسبوا المشتقه ديالها كتعطينا داله فيها حدوديه، وهاد الداله المشتقه هي كتسهل علينا الحساب، لان في الاول كنكونوا خدامين بلارك تانجنت بالعلاقات المثلثيه، ملي كنحسبوا المشتقه كندوزوا لدوال الحدوديه، دونك كتسهل الحساب. هذا من جهة، من جهة أخرى نقدروا نحسبوا المشتقة ديال دالة يعني بلاصة إكس يولي U،
دونك في هذه الحاله كما شفنا بالنسبه للجدول ديال الدول المشتقه كناخذوا هذا الكتاب وكنضربوها في او بريم. دونك غادي تعطينا او بريم على 1 زائد او او كاري. دونك هادو هما الدول المشتقه اذا كان عندنا اكس مباشره الاولى. اذا كانت عندنا داله لارك تانجونت ديال 3 اكس مربع زائد 5 اكس ناقص 72 الف اكس اس 4 وبغينا نديرو البريم كناخذو داكشي اللي بين قوسين كنديرو بريم عاد 1 زائد او او كاري. الوغ هاد الداله لارك تانجونت عندها خصائص وغادي نبداو بخاصية الأساسية ديال هاد الدالة